تعال ناخد ابلكيشن كده بروجكت اد ويندوز 4، او مش بالضرورة نفس الشاشة ديت. بروبرتيز بس نستخدمها بالاري. هيبقى عندنا اسم عميل، اسم موظف، تمام، وهيبقى عندنا ده الامبلوي نيم، وهيبقى عندنا عدد ساعات، العمل مش عدد ساعات، عدد الأيام، معلش عدد أيام العمل اللي اشتغلها. وبعد كده هيدوس انتر، مطلوب منه يدخل الهاورز لكل يوم اللي اشتغلها، الهاور ورك. وهنا أجر الساعة اللي بيتحاسب عليها، بعد كده بعد ما يدخل إجمالي الساعات هنخليه يطلع لنا المرتب. ادي كل الفكرة. ايه؟ الهواء تخش الانبوت بوكس، تمام. وممكن هنا عندك اداة، طبعا احنا شفناها قبل كده، عايز تسجل التاريخ، ديت تايم بيكر، تاريخ الصرف بتاع المرتب، ديت تايم بيكر. وتقدر تخلي الأداة بتاع الفورمات بتاعها شورت عشان يظهر بالشكل الايه المتعارف عليه العادي. طيب ووقف دي ريد اونلي، القراءة فقط. ده كده تي اكس تي ام بني تي اكس تي دايز تي اكس تي ريد بي تي ان انتر تي اكس تي سالري، تمام. كليك كده، اول حاجه دخل كام حاجه؟ بالوي نيم اللي هيشتغل في البرمجه من الاخر، الدايز ومين، وكل دايز هدخل له ايه؟ الهاورز. يبقى معنى كده اللي يتعرف اري انهي واحد، الدايز ولا الهاورز؟ هنا هتدخل كام يوم؟ يعني العدد كم مرة؟ مرة واحدة، يبقى متغير عادي. والريت كم مرة؟ الهاورز. يبقى هي دي الاري، هي دي اللي هتشيل أكتر من قيمة. خدت بالك؟ هي دي اللي هتشيل أكتر من قيمة. ليه؟ كل يوم ليه عدد ساعات مختلف. زي مثلا أنا النهاردة جاي مثلا من الساعة 3، يبقى خلاص من 3 ل 11 يبقى أيمن لي 8 ساعات. بكرة أنا جاي من الساعة 8، يبقى أيمن لي 3 ساعات مش 8. بعده أنا جاي ساعتين. كل يوم حسب عدد الايام اللي انا بشتغلها ويشوف ايمن اشتغل في كل يوم قد ايه، كام ساعه كورس، مش باليوم، انت بتحاسب باجر الساعه. خدت بالك؟ هي دي فكرتنا، حتى هنا فكره هنا في المركز نشتغل كده، بيشوف ايمن اشتغل كام ساعه ويتحاسب عليه، وكل يوم مختلف عدد ساعاته. النهارده انا 8 ساعات، بكره انا شغال 4 3 ساعات بس، بعده انا شغال 4 ساعات، بعده شغال ساعتين، ساعات بلغي اشتغل ما بجيش. خدت بالك؟ فهي حسب ايه عدد ساعات بتشتغلها. فبالتالي الهاورز ده هيبقى مختلف وهيشيل اكتر من قيمه. لو اشتغلت 7 ايام يبقى عندي كام عدد ساعات؟ 7، صح غلط؟ مش 7 ساعات، لا، عدد ساعات 7. اليوم الاول اشتغلت 3، اليوم الثاني 2، اليوم الثالث كذا، وفي الاخر اجمع واروح ايه؟ ضارب في الريت، تمام؟ طيب اعرف متغير عدد الدايز ومتغير للريت. الساعات حروف ولا ارقام؟ صح ولا كسر؟ وممكن كسر.
ساعات باقي 5:30 والكورس الساعه 5 فبيبداوا معايا من 5:30 والكورس الساعه 5 خدت بالك دبل اروح على القوسين دول هاورز يساوي نيو مين كام حسب مين الديز طب الديز هياخد قيمته منين ايوه من التي اكس تي دايز يبقى لازم اقول كونفرت دوت تو اي تي اكس تي دايز دوت تكست سيف خدت بالك كده انا خليت الاري عددها مش ثابت يقوم على ايه على عدد اللي اتكتب فاهمينها الريت ايكوال كونفرت دوت تو ان واروح اي الريت سوري تي اكس تي ريت دوت تكست هتدخل كم قيمه مرتبطه بالدايز يبقى لوب خدت بالك بدايتك كام نهايتك دايز حلو كده واروح بالمره نو حاطط ليست بوكس فين عندك حاجه اسمها تشيك بوكس ليست برضو عايز تعمل معاها تشيك بوكس ليست واسميها سي اتش كي واروح قايل اول حاجه الهاورز ايكوال خد القيمه منين مايكروسوفت دوت انتر اكشن دوت ايه انتر فاليو او هاورز تمام بس عايز يتحول لايه كونفرت دوت تو دبل عشان الهاورز دبل محمود فاهم محمد في مشكله طيب سيبنا في ايرور ليه الهاورز ايه بمعنى بمعنى ما هو لا طب اهو ماشي يا راجل حرام عليك انا بحول دي ب بتالفه ايوه هاورز دي اري وما ينفعش ادخل فيها كده لازم اقول اري اوف مين اوف الدور لازم اقول معايا الدور الكام انت واخد بالك هاورز دي اري انت بالك سيف بعد كده نيجي هنا كده مين اللي شال القيمه لا احطها انا فين سي اتش كي دوت ايتمز دوت اد اللي شال القيمه الهاورز هاورز بس ولا هاورز اوف اي لازم اقول هاورز اوف اي دوت تو سترينج كده انا بعرض القيم فين هنا رن كده اي اسم اربع ايام ايا كان 15 20 دي اللي تشيك بص تقدر تتشيك جوه ايه جوه الليست وازاي نتعامل معاها تمام طيب دي حاجه بتبقى مهمه برده على فكره تمام نيجي هنا عايز اطلع المرتب اعرف متغير للمرتب تمام المرتب ده سالري هديله قيمه افتراضيه زيرو هو بيجمع مين المرتب الريت في الهاور صح كده يبقى لازم اقول السالري بعد ما يخلص الاول عايز عشان اطلع الريت في الهاور المفروض اطلع ايه اجمالي مين الاول اجمالي الهاورز كلها الاول صح ولا غلط يبقى المفروض اعمل كده اهو واعمل واحده ثانيه لمين للهاورز كلها انتوا واخدين بالكم
TXT هاورز. تعال اجمع الهاورز، يبقى اقول هنا سم للهاورز او سم. كتبت اول ساعة خمس، اول يوم خمس ثلاث ساعات، يبقى اجمالي كام؟ يعني انت بعد كده جبت ستة، بعد كده جبت تسعة. كل شوية بتقول ايه؟ السم الجديد يساوي السم القديم بلس مين؟ الهاورز. او سم بلس معايا كده؟ كده مين شايل المجموعة؟ يبقى السالري ايكوال ايه؟ في كام؟ في الريت. اظهرهم تي اكس تي ريت او سالري دوت تكست ايكوال سالري دوت تو سبرينج. تي اكس تي سم او هاورز دوت تكست ايكوال هاورز دوت تو سبرينج. ران 3 ايام 25 جنيه 10 ساعات 12 ساعة 25 ساعة. ايه دي بقى؟ عشان هنا المفروض نقول ايه؟ اقول صم ما اقولش هاوس، مش هو اللي شايل مجموع الصم. 4 ساعات واحد وخمسين ساعة في خمسة واربعين تلاتة كام؟ طب افرض انا بقى عايز اعلم دول، يجمع لي دول بس تمام؟ اللي انا عايز ايه؟ معلم عليهم بس، خدت بالك؟ في زرار مثلا هعمل زرار كده اهو، تمام؟ واسميه سم سيلكت كليكتين. اعمل ايه الاول؟ لوب صح ولا غلط؟ لوب على مين؟ على الليست. على الليست اسمها ايه؟ دوت ايتمز دوت كاونت صح كده؟ المفروض افوت على كل ايتم في الليست، لو كان متعلم اخده معايا صح ولا غلط؟ اروح برضو انا عايز اجمالي مين؟ صم وبرضو ريت صح؟ اقول لو السي اتش كي دوت ايتمز اوف اي دوت ايه ده بقى عايزين متحدد. طب دوت كاونت دوت ايتمز دوت ايه؟ ما انا مش عايز كله. هو عايز شيك دوت سيلكت ايتم على طول. هو ده كله وبعد كده اقدر اقول دوت ايتمز اوف اي. عايز اقول دوت سيلكتد. طيب بص لما تقف معاك حاجة كده اهو كالعادة، يعني الأداة دي اسمها ايه؟ تشيك بوكس ليست صح؟ تروح اعمل كده تلاقي ألف مليون واحد بيتكلم معاك فيها. اهو بص دي جيت تشيك ليست، تشيك ليست ايتم فاليوز بيقول لك ايه ايتم دوت كاونت. عايز بص دي جيت ايتم ايه ده كاتبها، نشوف بقى واحد صلحها قال له ايه. ايتم زي دي بص اهي شايف دي أي. في حاجه اسمها ايه جيت ايتم ايه
خش دور على طول، تمام؟ خش دور وايه وابدا اتعامل. اوف اي، واحنا عندنا اوف اي في الحاله دي، يبقى هو ده اللي انا عايزه، ياخد السم بلس يساوي مين؟ العنصر اللي انا عايزه، صح؟ دوت ايتمز اوف اي في الحاله دي دوت تو سترينج. طبعا عشان يجمع انا عايز اجمع الهاورز، صح؟ المفروض، صح ولا غلط؟ مش انا عايز اجمع الهاورز اللي انا معلم عليها، يبقى اجمع الهاورز ولا هي الصم اللي احنا عاملينها؟ ما هي الصم، هي الصم، معلش هي الصم. هنا ايه المشكله؟ عايز ايه؟ خدت بالك؟ بص دخلت دورت عليها على طول، وتلاقي الف مليون، وهنا كان واحد برضو اهو، شوف نفس المثال اللي انا عايزه اهو، برضو تلاقيه برضو ايه؟ items dot list item ده ضاف جواها. بص هنا، بص اهي ده selected index، ده جايب، لا ده جايب لو في حاجه مش متحدده. بص هنا جايب ايه؟ item select، والselect دي فين بقى؟ ده واحد عملها بطريقه ثانيه على فكره. بص متغير اهو، بس كل ما يضغط على فكره مش بلوب، ما دي سهله دي، يعني الفكره اللي لا احنا مش عايزين كده. انت عايز لو انت علمت تجيب لك متحدد بس واحد بس، انا عايز كتير. عندي حاجه اسمها ايه؟ طلعت الايه؟ عايز اطلع السما، اطلع السالري، السالري يساوي ايه؟ اطلع الريت الاول زي ما عملتها، هيقرا الريت من هنا، فين الريت اهو؟ ويبقى السالري يساوي ايه؟ السم فين؟ ويبدا يعرض ايه؟ رن. بص 5 ايام 65 جنيه، 12 ساعة، 10 ساعات، 9 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، علم على ال 12 وال 10، علم على ال 12 وال 10 وال 6. خدت بالك؟ اللي أنت علمت عليه بس، دي فكرة إيه؟ التعامل مع التشيك بوكس ليست، بحيث لما تحب تتعامل مع عناصر من الليست بس، وتعلم مع اكتر من عنصر. الليست بوكس ديت لو بصيت فيها، ليست بوكس العاديه اللي احنا برضو خدناها قبل كده، تمام اهي، فين نفس الكود ده؟ هو كوبي، سوري، الكود بتاع التشيك، بس تكتب هنا ايه؟ ليست بوكس 1، اعمل تمام. بس هنا بص علم على واحد بس، كان فيها امكانيه، عندك حاجه اسمها سيلكتد مود اهي 1، تخليها ايه؟ مالتي. بص فيها امكانيه بص بكنترول. ايه؟ هو والله تشيك بوكس اوضح في اليوزر، اوضح. اما هنا لازم تقول له اعمل حسابك، بص بص من غير كنترول كمان، ادي الثانيه انا بدوس بس ماوس، بص اهو واحده ادوس على الثانيه، ولو عايز القيم اللي هنا سيلكتد، لو عايز القيم اللي هنا اهو بس. طبعا انا خدت الكود كوبي، تمسك الايه؟ تمسحه، تمسح الاكشن بتاعه، عشان لو كنت دخلت فيه كليكتين هتلاقيه جايب الكود بتاع مين؟ الاولاني. فلا اخش على الايفنت وامسح الاكشن، اقول له لا مش هستخدم ده، تاخد نفس الكود ده اهو كوبي، بس هيلوب على مين؟ على الليست بوكس 1. وهنا تعالى بقى نشوف الليست بوكس 1 ديت دوت سيلكتد، دي كلير سيلكتد، جيت سيلكتد اهي، شوف زي هناك جيت تشيكت، في حاجه اسمها جيت ايه؟ وهنا ليست بوكس 1، خدت بالك؟ رن،
حبيت تعلم على واحد دي 22، طب لو احب اعلم هنا 22 برضه، طب زود 2 خدت بالك اهو 31 بيزيد. لا انا علمت على بس تشيل دي، طب شيل دي، طب شيل دي، خدت بالك؟ جيت سيلكتد فوق كنت بقول ايه؟ جيت ايتم تشيك، ده التعامل مع الليسته دي او التشيك بوكس ليست. تمام؟ طيب. الادوات ديت بتبقى حلوه فريندلي لليوزر. اليوزر بتبقى حاجه شكلها شيك وشكلها سهله في التعامل. تمام؟ وانت دلوقتي في بتدوس على انتر او علشان تدخل الساعات او لازم تدخل واحده كل مره. لما دوت مش لو عايز ان انا ادخل في جدول، انا لو عايز اعمل لليوزر ده مش حاجه مثلا كويسه لليوزر، وعايز اخلي ان اليوزر يبقى واضح عنده جدول يدخل فيه والله في اليوم هو عنده 3 4 ايام في جريد يجريد ده ويكتب فيها اهي. واخد بالك اهو. تمام كده؟ سؤال حلو السؤال ده. اد كولوم معايا؟ اول كولوم الاي دي او الهاورز او الدي عشان تعالى نمشي صح. والهيدر تكست الدي. ات شايفين ورا بيحصل ايه؟ هاورز هاورز ات كلوز. حلو كده؟ ستارت يوم الاول 25 ساعه تاني صح كده؟ تقصد دي؟ ممكن بقى نخلي الدي دوت تاريخ. ايه؟ تخلي الدي تاريخ براحتك اهو. خلاص اديت كولوم بقى هو يجمع من دي بيقرا منها. ممكن ايه مع كل كرييت يجمع. اي عندنا حاجه هنا اسمها رو كرييتد يا رو ليف ده هي. لا رو معلش سوري رو ليف عملتها قبل كده كان اسمها رو ليف. تعمل ايه؟ كل شويه هتعرف متغير سم، بس خد بالك بقى السم لازم يتعرف فوق واستاتيك. فاكرين ليه استاتيك؟ عشان كل مره يحافظ على اخر قيمه وصل لها زي بتاعت التوتال لما عملناها المره اللي فاتت. تمام؟ دبل اس استاتيك يا عم اس يساوي دبل ولا ستاتيك دبل؟ ستاتيك دبل سوري معلش. تمام اهو اس ايكوال زيرو. اجي هنا بقى هو هيجمع الهاورز. الهاورز العمود رقم كام؟ وانهي صف؟ اللي انت فيه اللي انت فيه مش واحد ولا اثنين وثلاثه صح؟ صح ولا غلط؟ اروح ايه للاس بلس يساوي اي اي ده اهي دوت رو اندكس. رو اندكس بتجيب رقم الصف اللي انت فيه دوت. طب رو اندكس معلش انا اسف مش انت عايز تجيب من الجريد ده؟ يبقى الجريد ده بتاعتنا اسمها ايه؟ داتا جريد فيو دوت روز. قالت لي انهي صف؟ قلت لها الصف اللي انا فيه. قالت لي انهي خليه؟ قلت لها دوت سيل رقم كام؟ واحد دوت فاليو. تمام كده؟ وهنا طبعا عايز ايه؟ كونفيرت. يبقى انا بجيب من الجريد ده الصف اللي انا فيه اي دوت رو اندكس الصف اللي انا عملتها انت ولا دبل؟ الصف اللي انا فيه عن طريق الايفنت الاي دوت رو اندكس. رو اندكس دي بتجيب رقم الصف اللي انت واقف فيه عشان انت في الاول يجيب الاول تاني يجيب التاني. الخليه رقم كام؟ اشمعنى؟ عشان انت عايز تجمع الهور مش عايز تجمع الدي. خدت بالك اهو رقم كام؟ زيرو دوت ايه فاليو. واروح عامل كده اهو واخد الريت
هيقول السالري، هعرف لهم برضو المتغيرات ديت. هياخد الاس فين؟ في الريت، صح ولا غلط؟ وهنا السالري وهنا الاس، كل ده في الحدث رو ليف. بص كده بس، حط هنا في الليف بس عشان ما تضربش. 1 25 يا جماعه، 2 هنشوف كده. ما حفظ السالري، ها كل مره بيعمل ايه؟ كل مره بيخلي السالري في صفر. يبقى لازم تعرف دي تعرفه فين؟ فوق. استاذ ايمان فاهمه؟ تمام. ران ايرور واي دي. ضرب. ما دخلتش الريت، ما دخلتش قيمه جوه الريت يا جماعه. برضو. طب بص بقى في الحاله دي تعمل لي كده بريك، ايه بريك بوينت اف 11. هنا اري كام بقى؟ اري نل، وده اري كام؟ اري الرو زيرو. لا طب ما الرو زيرو، صفر واحد اهو، اريها بنل. شايفين نل في الاخر دي؟ طب ليه اريها بنل؟ عدد الصفوف 2. طب ما هو اول صف زيرو ودي بنل. الحدث مكانه غلط بس. لا هي رولي روليف. طب في رو كرييتد، لا هي رو ليف، بس هو ليه برايرها بزيرو؟ زيرو ليه ان شاء الله؟ اس لابل. طب بص طبعا عملته ده فاتي بمعنى صح. استنى اشوف حاجه. ليه؟ انا بقول له خد السالري الاس دي اجمع عليها القيمه اللي جت هنا، هو مش قاري القيمه اللي جت هنا. نال نال ليه يا عم؟ والرو ممكن يكون حاجه بره الايفنت دوت مؤثر عليه. بص 3 25، بص اف 11 الرو اندكس بكام؟ بواحد. يعني صح، يعني هو بيقرا رقم الصف اللي هو فيه. والفاليو اهي يمكن دوت تكست، ما مفيش دوت تكست، هي فاليو. بتقول ايه يا استاذ ايمن؟ هو كده خارج بنل فعلا كده، هو مش قاري القيمة دي. هو مش قاري ايه؟ رو انتر دي هو داخل التكست، رو ليف هو خارج. داتا جريد فيو دوت روز دوت اي دوت سيل رقم 1. اضرب. عملت ناقص واحد.
ده فيجوال بيزك ده. بس هو كده المفروض يقراها يعني، ليه قراها زيادة؟ عشان بنض انا عايزه اول ما بجمع. يا بص يا ممكن لو كده عملت كده اهو، رحت عملت كده ماشي، خدت الكود بتاعنا ده كوبي، والحته اهي هنا اسم الجريد ده دوت روز دوت كاونت بيمر على عدد الصفوف، وده تتوقف دي خالص، والريت والسالري يمسك السالري ده اهي، كل ده كده يتجاب تحت هنا ماشي، ومتغير الاس بلس يساوي زي ما كتبنا ده اهو. بس كل اللي هنكتبه بدل الاي دوت رو هنكتب مين؟ رقم الصف اللي هو مين؟ اي. لو عملنا ران كده اخر صف بس هنا او ما كتبتش الريت، خدت بالك يا جماعه؟ عادي بياخد بيقراها، بس انا كنت عايزها تتقري ايه؟ معنى ايه؟ مع الرو، هي دي اسمها رو ليف، خدت بالك؟ هو ايه؟ هو الحدث، لا هو الكود صح، الكود ما هو بيجمع، ما احنا حتى عملناه حته الجمع بتاع المره اللي فاتت، الكود بيجمع كده. انا عديت جوه الجريد ده وخدت من الجريد ده الصف اللي انا واقف فيه الخليه رقم واحد، وكده انت تقدر تضيف جوه الجريد ده، وتقدر زي ما قلنا المره اللي فاتت اوتو سايز كولوم ولا كولوم هيدر فين. لكن لما كبرنا رو كولوم مود وخليناها اول سيلز، كانت فل دي كده انت تقدر تضيف جوه الجريد على الزرار، على الزرار خد بالك. سيف ده التعامل معاه، وقف الفيديو ده. ايه انا هعمل بدل البدايه ورقم عادي، ابدا عادي بالانتر ورقم رقم ايه؟ ترقم ايه؟ هنا في الجريد ده؟ لا لا، طب بره الجريد. طب ماشي بره الجريد ده، احنا عملناها قبل كده. مش التاني انت عملتها. ماشي عملنا، قلنا لما كي داون، لا كي داون ماشي، في حدث شغل بحاجه معينه، يعني اعمل حدث اللي هو ايه؟ انت عند الام انت كده كي داون اهو، كي داون. طب ماشي ثواني كده، اف اي دوت كي كود ايكوال كيز دوت انتر، تمام. عايز التكست اللي بعده تكست مين؟ الدايز. تكتب تكست دايز دوت فوكس انتر رام انتر دوت فوكس هنا على بعد. وهنا عايز تدوس انتر تعمل ايه؟ تحط الكود تاني وتقول تكست الريد دوت فوكس. طب ما تقول له يمشي ورا الليمت. ايه؟ ماشي، هو عايزها، انا عملتها قبل كده بالتاب، هو عايزها بالانتر. التاب بنغير، نعمل نغير الارقام اه 0 1 2 3 4. طب ما نعمل في الكود بتاع الانتر ده
شويه بدل ما احط كل فوكس يعني بدل ما اعمل كل طب بس كل شويه تكتب دوت اف دوت كي انتر اعمل ايه تكتب اف دوت كي انتر برضه كل شويه اه طبعا طول لا طبعا محتاج كل شويه وفي اساسا كود بيجيب الفولو اندكس انا ما اعرفش لا ما اعتقدش استنى كده ما انت حاطه برضه هتكتب اسم التكست دوت تاب اندكس بس برضه اسم التكست هتكتب تاب اندكس طب وليه بقى طب ما ايه انا افتكرت ان ممكن لو عملتها في سطر واحد تكتب لا لا ده كل تكست عايز فيه انتر ايوه يبقى لازم لا لازم يجي لازم يبقى كل تكست عشان اقول التكست ده اكتب فيه اقف على التكست ده اجيب الايفنت بتاعه تمام حد ليه سؤال تاني ازاي سايب ده